بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وحبايبي من قناة أكلات أم محمود. أولا أنا بشكر كل أخواتي وحبايبي اللي سألوا عن ابني محمود ودعوا له بالشفاء، ويا رب يبارك فيكم إن شاء الله، وكل يا رب كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يجعلوا سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب، واجعلوا باليمن والبركات. والنهاردة بمناسبة وقفة عرفات يا رب يجعلوا كده إن شاء الله، يدعي كل اللي مزارش يزور يا رب إن شاء الله، ويرفع البلاء والوباء عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. ويا رب يا رب يشفي كل مريض يا رب، ويرحم كل ميت، ويرحم أمواتنا أموات المسلمين جميعا يا رب، وإن شاء الله كده يكون عيد سعيد وبخيت علينا وعلى كل أنحاء العالم يا رب جوا. وأنا بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى إخوات.